ممثل الجهه الخيريه للشيخ عبد الله بخش الله يرحمه اسمه خالد طاهر. جينا اليوم في زياره في مستشفى الجامعه وبدات قسم مسؤول عن القلب للاطفال وجراحه القلب للاطفال. في الحقيقة يعني شفنا أشياء تسر يعني من ناحية التجهيزات والكوادر الطبية في أداء العمليات شيء مميز. أحب أشكركم وجزاكم الله خير على هذا العمل. ربنا يقدرنا إن شاء الله إننا نقدر ندعم قد ما نقدر إن شاء الله.